طب شوي الشبل عبد العزيز العلي طبعا له مشاركات في اليوم الوطني في التلفزيون السعودي وفي المهرجانات والمناسبات وحضوره ما شاء الله فعال. ودنا نسمع منك قصيده يعني. هذه القصيده للوطن يستاهل كل خير. سم يستاهل. يقول يا رايت التوحيد والاسلام حنا لك جنود. تشحن عزيمتها بقوه اسلامها وايمانها. اما الشهاده في سبيل الله وجنات الخلود. ولا انتصار ان يرفع الامه ويغلي شانها. يا سيف عزتنا ويا رمز العداله والصمود. الحلم ما ينفع مع اللي زادت بطغيانها. وسلامتكم. الله الله.